كان لازم نضيع عشان أفيق وأطلع لفوق. لا لا إن شاء الله نوصل. ما باقي شيء أصلاً. يعني أنا أقولكم وراء هاللفة إن شاء الله راح نوصل. شوفوا الثلاث نجوم. لو تشوفون حزام أوراين. أيوه. لو تشوفون النجمة اللي على يسارها تعتبر شمال. حلو. اللي تحتها بعدين هني هاي تعتبر الجنوب. والشمس يوم غابت غابت في هاي الاتجاه. عشان كذي عرفت الاتجاه. تشرفنا مرة وانبسطنا. أنا سعيد رغم أننا تأخرنا بس تجربة حلوة. أنا سعيد الصراحة. صحيح أن ضعنا بس أصحاب الجدد ساعدوني أتذكر أني محتاج أكون قريب من الطبيعة. من باكر ما في فندق، أبغي أنام تحت النجوم، أحتاج أتنفس. السلام عليكم الطيب. سلام هلا اخوي. كيف حالك عزيزي؟ الحمد لله. اخبارك طول لي بعمرك. ما في هني منطقه حق المخيمات؟ ايه في مخيم من هنا تروح على اليمين. ايوه اخر الشارع تلف يسار بعدين يمين في طريق ترابي تطلع عليه. على التراب على طول. ايه طول لي بعمرك. الله يسلمك. شكرا شكرا. السلام عليكم. هلا مرحبا. عليكم السلام. مرحبا. عندنا البطارية عطلانة. وصلنا معك. رايحين الكامب اللي قدام. المخيم اللي قدام. صحيح. ما شاء الله. نبيل رسماني وياك اخوي. معك عبد العزيز بشير. والنعم. معك سبطان المحرزي. والنعم. قبل ما تجي احنا لنا ساعة تقريبا واقفين هنا. كم شو تعملون انتم؟ والله احنا مؤدين راب. مؤدين راب. ما شاء الله عليكم. فانت اثناء استماعك للحن هذا يجيك الهام للكتابة. تكتب الكلام على طول. انت مجرد تشغل ميوزك خلاص تخش العالم الثاني، تبدا تاليف وتبدا كل شيء. السلام عليكم. كنت افكر اني راح اقضي الليله بروحي. جو عندكم جميل الصراحه. الحمد لله. اي والله. بس ما اعرف كيف لقيت نفسي في هاي الجلسه. هذا تراثنا ما نقدر نتخلى عنه. يعني ما شاء الله احنا في الامارات انا ما جد شفت جمل اسود. طيب انتم اللي فزتوا علينا بالابل. يعني احنا اللي اخذناه من عندكم. انتم اللي اخذتوه بخشب الريال. وهذه اذا بغت تصب ترفع الدلة كذا يطق الفنجان. ليش يطق الفنجان؟ بس مزاج. يدق القهوة والهيل وبعدين يسوي كذا علشان الجيران يسمعون ويجون للقهوة. إن عندي رجاجيل. هذا طرب. هذا لا سوى كذا طرب. نسمك الفن حقنا اللي هو الراب. هذا سمى صوت الشارع. احنا نعبر عن كل شيء. يعني نتكلم عن أي شيء قدامنا. أنا شاب طموح في العقد الثالث من عمري. أشوف حلمي قدامي تعبت وأنا خلفها أجري. كأني مقيد في عالم ماني عارف فيها أتكيف. وقع مزيف صاحب القرار قالوا عنه مجنون وخرب. غير مساره لأنه اختار يكون حر قالوا يا خسارة. مشي في درب ما يدري وش أضراره. ما أتكلم عن الراب ولا أتكلم عن الميكروفون. في كل مجال تلقى ناجح وتلقى ناس ينتقدون. هل الصوت شوي أعطى صوت أخوي عبد العزيز. اسمع.
ما في شيء يدوم بهذه الأرض إلا خالقها رافع سماها فوق والأرض هو باسطها اختلافنا أبدا لا يفسد الود قضية نحمد ربنا إنه بعض القواعد مقضية هذه الحياة عبارة عن درس بلا عنوان جاي استصادف عالم جاهل غبي خوان أفرض طبع في الإنسان هو كثرة النسيان ينسى اللي صار له أمس ويزيد في العصيان أهلا يمه أنا رديت ما في أحسن من أن أشوفك قبالي في البيت وينك يا بوي أنا حنيت ودي أبوس راسك وانزل وقبل يديك مهما كبرت في نظركم ببقى صغير ولدكم اللي تعذرونه لو صدر منه خطأ أو تكسريك في النسمة أمي كلام الرجال ما يحتاج في محله كلام جميل تحت النجوم الأشياء أوضح أحس أني صغير في كون كبير وقديم والوقت صار له معنى أكبر